أسأل كيف ولماذا تطير الطائرة، ولماذا النار لها لهب، ولماذا الغيمة حائرة. علمني أن أسأل كيف ولماذا تطير الطائرة، ولماذا النار لها لهب، ولماذا الغيمة حائرة. من حولنا أشياء شتى إن نتعلم زال العجب، فخلايا الجسم لها سر وكسوف الشمس له سبب. من حولنا أشياء شتى إن نتعلم زال العجب، فخلايا الجسم لها سر وكسوف الشمس له سبب. ما أجمل أن نعرف كيف، علمني أن أسأل كيف. ما أجمل أن نعرف كيف، علمني أن أسأل كيف. تعالي يا رمولة، تعالي وتابعي معنا هذا اللعب الجميل. لا لا يا عم رمل، لا أستطيع. ما بك يا رمولة؟ بما أنت مشغولة؟ عندي تقرير هام للعمل كلفني به مديري في مركز الأرصاد، وعلي إنجازه في أسرع وقت ممكن. تقرير؟ عن ماذا يا رمولة؟ عن طبقات الأرض. طبقات الأرض؟ ولما؟ في الحقيقة لا أعلم لماذا، ولكن أعتقد أن أمراً ما يتعلق بطبقات الأرض سيحدث. أرجو أن يكون خيراً. عم رملات، جوالك يرن منذ مدة، تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ أنسيتي صوتي يا رملات؟ من؟ احذري من أنا، تذكري جيدا. رملة يا عزيزتي، رملة أهلا بك يا صديقتي، كم أنا مشتاقة لك. أهلا بك يا رملات، وأنا أيضا مشتاقة لك جدا. كيف حالك؟ وكيف حال رملونة الصغيرة؟ بخير الحمد لله، كلنا بخير. أين أنت مستقرة هذه الأيام؟ والله يا صديقتي، منذ أن فرقتنا العاصفة اللولبية وأنا أنتقل بحسب حركة الرياح كل مدة في مكان، وإنني الآن أقيم في مكان قريب منك. حقا أنت قريبة مني؟ نعم، لقد انتقلت عن طريق جرافة نقل الأتربة إلى مكان قريب. خبر سار جداً، إذن لابد أن نلتقي. نعم، أنوي زيارتك يا صديقتي، وإنني جهزت نفسي لذلك. حقاً؟ ما أسعدني بهذا الخبر، ولكن كيف ستنتقلين إلينا؟ أنسيت صديقتك رملة؟ لقد صنعت حذاءً خاصاً، له نوابض أستطيع أن أقفز به من مكان إلى آخر. دوماً تخترعين أشياء رائعة. حسناً، سأكون بانتظارك. ولكن كم من الزمن سيستغرق طريقك إلينا؟ 10 أيام أو أسبوعين على أبعد تقدير إن شاء الله. أهلاً بك، سنكون جميعاً بانتظارك. نسيت أن أخبرك أنني أقيم أيضاً مع أصدقاء رائعين، ستسرين جداً بالتعرف إليهم. إنهم رمولة ورملية والعم رمل. حقاً؟ رائع جداً. إذن إلى لقاء قريب إن شاء الله. إن شاء الله، إلى اللقاء. إنها رملة، صديقتي العزيزة، كم أنا مشتاقة لها. حقا يا أمي العمة رملة؟ نعم تذكرتها، لقد كانت لطيفة جدا. كم أحب العمة رملة، وأحب اختراعاتها الغريبة والمثيرة التي كانت تحلق بها تارة وتسقط بها تارة أخرى. هي صديقة قديمة لك يا عمة؟ أجل يا صغيرتي، إنها صديقة قديمة كنت أعرفها قبل أن أعرفكم. كانت تعيش معنا عندما كنا قرب النهر الكبير. نعم،
أتذكرين يا أمي كيف حاولت العمة رملة ذات يوم أن تطير؟ وقتها وقفت على صخرة عالية وركبت لنفسها جناحين من أوراق النبات. أجل أجل، فطارت لمسافة قصيرة ثم وقعت وصارت ابنتها رمولة تبكي كثيراً. نعم، أذكر ذلك بالتأكيد. وهل ستزورنا؟ نعم، ستزورنا خلال 10 أيام تقريباً. حقاً؟ إنني متشوقة جداً لرؤيتها. فكرة جميلة، شكراً لك يا صغيرتي. أحسنت يا رملية، ستكون قبعة جميلة لرملونة الصغيرة. حقاً؟ وكذلك الوشاح الذي تصنعينه للعمة رملة سيكون جميلاً ومميزاً أيضاً. ما بك يا رمولة؟ كأنك تبحثين عن شيء ما؟ أجل، لقد اتصل بي المدير قبل قليل من العمل، يستعجلني لإنهاء التقرير، ولكني أضعت منه صفحة ولم أعد أجدها، لا أعرف أين هي، كانت بين هذه الأوراق. سنساعدك يا عزيزتي حتى تجديها. رامل، رملان، رمول، عم رمي، تعالوا لو سمحتم لنساعد رمولة في البحث عن ورقتها الضائعة. ورقة ضائعة؟ ماذا فيها؟ إنها ورقة من التقرير الذي أعده عن طبقات الأرض، والمشكلة أنني لم أرقم الأوراق فلم أعد أعرف أين هي. رمولة، اهدئي يا صغيرتي. نعم حسناً، هذه الورقة هي الورقة الأولى. أجل، الأولى، ها هو العنوان، طبقات الأرض. وما هي طبقات الأرض يا رمولة؟ حقاً؟ ما هي؟ وماذا فيها؟ لقد خلق الله تعالى بقدرته الأرض على طبقات، فالطبقة الأولى هي القشرة الأرضية، وهي التي نعيش على سطحها، وتشكل الصخور الرسوبية والطين والحجر الجيري والحجر الرملي جزءاً صغيراً منها، وتتكون القشرة الأرضية من طبقتين. وهذه الورقة التي معي أيضاً فيها رسم توضيحي لطبقات الأرض، إذاً فهي الورقة الثانية. والورقة التي معي تتحدث عن الطبقتين اللتين تتشكل منهما القشرة الأرضية، إذن فهي الورقة الثالثة. جيد، جيد يا رمولة، المعلومات التي جمعتها دقيقة. القشرة الأرضية تتألف من طبقتين، الأولى تسمى طبقة السيال، والثانية تسمى طبقة السيمة. وفي هذه الورقة أتحدث عن مكونات الطبقة الثانية للأرض، فإذن هذه الورقة الرابعة. وما مكونات الطبقة الثانية للأرض؟ تتألف الطبقة الثانية من وشاح الأرض. وشاح الأرض؟ أجل يا رملية، من وشاح الأرض. هذه الطبقة من الأرض تمثل حوالي 85% من الحجم الكلي للكرة الأرضية، وتبلغ سماكتها حوالي 2900 كيلومتر، وتتكون من مادة متصلبة ما عدا الجزء الخارجي الملامس للقشرة الأرضية، فهي شبه منصهرة، وتعد منطقة الوشاح المنطقة التي تحدث فيها الاضطرابات والحركات الأرضية مثل البراكين والتشققات والارتفاعات والانخفاضات. أها، هذه المعلومات التي تذكرينها هنا يا رمولة، في هذه الورقة التي معي. إذن هذه هي الورقة الخامسة، أما هذه ففيها رسوم توضح ما ذكرت. هذه طبقة وشاح الأرض، إذن هذه تكون الورقة السادسة. الورقة السابعة إذن هي التي أفقدها. وماذا فيها؟ إنها تتحدث عن الطبقة الثالثة للأرض وتسمى لب الأرض. لب الأرض
هو الكتلة المركزية للكرة الأرضية، ويبدأ من عمق 2900 كيلومتر إلى مركز الأرض، ويحيط بها وشاح الأرض. شكراً لك يا عمّة، هذه ورقتي، أين وجدتها؟ يبدو أن الهواء حملها نحوي، فاعتقدت أنها الورقة التي تلف بها كرة الصوف، فوضعتها في سلة الصوف. الحمد لله أنها وجدت. ومما يتكون لب الأرض يا رمولة؟ لقد جعل الله تعالى لب الأرض مكوناً من منطقتين، هما اللب الخارجي، ويكون ما بين وشاح الأرض واللب المركزي، واللب الداخلي أو قلب الأرض، وكلاهما غنيان بالمعادن. إذن هذه الورقة السابعة، وهذه التي معي الورقة الثامنة والأخيرة، وفيها رسم توضيحي للب الخارجي واللب الداخلي. شكراً لكم جميعاً. شكراً لك يا عم رمل، هذا جهازك، لقد ساعدني كثيراً في الحصول على هذه المعلومات من خلال شبكة الإنترنت. ألو؟ نعم نعم أستاذ، أعتذر عن التأخير، لقد انتهى التقرير. نعم دقائق إن شاء الله وأصل إليكم. نعم نعم حالاً. ماذا هناك يا رمولة؟ لا أعلم يا عمة، يبدو أن أمراً خطيراً سيحدث في الفترة القادمة، علي أن أغادر حالاً. ماذا يمكن أن يحدث يا ترى؟ لا أعلم، تابعوا نشرة الأخبار، ربما أكلف بإعلان أمر ما. كم بقي لنصل يا أمي؟ لم يبق لنا إلا القليل تقريبا يا بنيتي. ألو؟ من معي؟ السلام عليكم يا رملة. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا عزيزتي. طمنيني يا رملة، أين صرت؟ وكم بقي لتصلي إلينا؟ إنني في طريقي إليكم، ولكن أوضاعاً غير مريحة تحدث حولي، فحبات الرمل كلها مضطربة. أجل، أجل يا صديقتي، وكذلك الحال عندنا، انتبهي لنفسك، إننا بانتظارك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. ماذا يجري؟ ما هذا الدخان القادم من بعيد؟ إنني خائفة جداً. سأفتح المذياع، لعل رمولة تخبرنا بشيء ما. أعزائي المستمعين، أحييكم، أنا رمولة من مركز الأرصاد والدراسات الجيولوجية. أعزائنا، خبر عاجل وصلنا الآن، فقد علم مركز الدراسات الجيولوجية أن حركات واضطرابات عديدة تحدث في باطن الأرض في منطقتنا بسبب وجود مواد منصهرة وشديدة الحرارة تقع عليها ضغوط شديدة، وتحاول الخروج إلى سطح الأرض من أي منفذ تجده، وقد أصيبت القشرة الأرضية في هذه المنطقة بضعف، وهذا يعني أن اضطرابات داخلية ستحدث في الساعات القادمة مؤدية إلى هزات زلزالية أو ثورانات بركانية في قشرة الأرض، ستؤدي إلى اندفاع المواد الباطنية المنصهرة الواقعة تحت الضغط الشديد في الطبقات الوسطى، والخروج على شكل حمم بركانية. لذا فإننا نوجه عناية المستمعين الكرام إلى ضرورة الابتعاد عن المكان بأي شكل كان والنجاة بأنفسهم. نعم نعم يا رملة، السلام عليكم. وعليكم السلام يا صديقتي. رملة اسمعي، لقد تعطل جوالي بسبب الأحوال الجوية، لذا لم تستطيع الاتصال بي. نعم نعم مفهوم يا صديقتي. هل علمت أن هناك هزات أرضية ستحدث وبركانا سينفجر عما قريب؟ نعم نعم لقد انتشر الخبر بالتأكيد. أين أنت الآن بالضبط؟ لقد اقتربت منكم كثيراً على ما أعتقد، صرت بجوار التلة الصغيرة.
سيدة رملة، أنت أقرب إلى البركان منا، لذا عليك أن تسرعي لتصلي إلينا، ونحن سننتظرك. نعم نعم، أرجوكم انتظروني، لا تغادروا من دوني، سأبذل أقصى جهدي لأصل إليكم في أسرع وقت. انظروا، دخان البركان يتصاعد أكثر فأكثر، أخشى أن ينفجر عما قريب. تفضلي يا رمولة، هذه حقيبتك. رمولة، لقد وضعت في حقيبتك حبلا طويلا، ربما احتجناه في مسيرنا. حقا يا عم، كيف ينفجر البركان؟ تخرج المواد المنصهرة من فتحة البركان عبر مدخنته فينفجر. مدخنة البركان؟ أجل يا رامل، فلكل بركان قاعدة مستديرة وجوانب مائلة، وله أيضا قصبة أو مدخنة، وهي التجويف الأسطواني الذي يصل فتحة البركان بالطبقات الباطنية، حيث توجد المواد المنصهرة التي تخرج من الفوهة. فوهة البركان هي مكان خروج المقذوفات البركانية، أليس كذلك؟ بلى يا رمول، وهي دائرية الشكل مرتفعة الجوانب. هيا، علينا أن نغادر المكان بسرعة. لا، إنني لن أغادر، سأنتظر صديقتي رملات وابنتها رملونة الصغيرة. ولكن على هذا يا عمة سنعرض أنفسنا للخطر، سينفجر البركان في أي لحظة، علينا أن ننجو بأرواحنا. لا، لن أغادر معكم أبداً، اذهبوا أنتم وعندما تصلوا رملة نلحق بكم. ماذا نفعل؟ لن أغادر دون أمي. الحق معك، ولكن البركان سينفجر. حسناً، انطلقوا أنتم بسرعة، أنا سأنتظر السيدة رملة. لا يا رمل، لا أرضى بهذا أبداً. الحذاءان، هيا البساهما بسرعة. هذه الهزات الأرضية التي تسبق البركان، ولا بد أن هذا الصوت هو انفجار البركان. صديقتي، أشكرك من كل قلبي. هذا واجبي يا رملات. ما هذا؟ ما زالوا نياماً
الوضع ما زال خطيراً وعلينا أن نبتعد عن هذا المكان. هيا استيقظوا، هيا. لن يكون القفز والهروب بعد اليوم صعباً. حذاء جميل، حذاء جميل. جميل جدا، حقا ما أجمله. حذاء جميل. ما رأيكم بصورة تذكارية بهذه الأحذية الجميلة؟ Ha 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 ha